خلينا نبتدي الأول من التحول، إيه اللي حصل علشان تعملي موقف السلام؟ هو ايه اللي حصل عشان ابدا اهتم اصلا بالجزء النفسي وبالصحه النفسيه؟ ان انا كان عندي تجربه مع الاكتئاب، يعني قعدت 3 سنين عندي اكتئاب حاد، فكنت حاسه شويه بالتخبط، ما كنتش عارفه يعني منين بنروح فين. اوكي هنروح لثيرابيست وهنروح دكتور، بس هنقول ايه؟ هنبدا من زمان قوي ولا نتكلم في اللي احنا فيه دلوقتي؟ طب اللي احنا فيه دلوقتي ده وصلنا له اصلا ازاي؟ ما هو بسبب اللي فات. التفاصيل اللي كلنا بنغرق فيها دي فخدت وقت طويل على ما فهمت انه التعافي لازم له وعي ولازم له ادراك ولازم له متابعه مع طبيب، ولازم تتكلمي وممكن نكتب وممكن نسمع مزيكا، وفي نفس الوقت لازم نبقى حنينين على نفسنا وحاجات كتير. حسيت ان انا لو كتبتها في كتاب او لو طلعت قلتها للناس ممكن تاثر مسافات. هي الفكره جت من هنا. الفكره يعني صح ان انت لما بتعيشي المعاناه وصولك للناس بيبقى اسرع، زي ما هند بتقول. هو انت ازاي عارفه اللي انت بتقولي؟ انت جربتي فعشتي المأساة، عارفه تشرحيها بتفاصيلها، غير لما الواحد ما بيكونش مر باي ازمه نفسيه فما بيبقاش قادر يحس باللي قدامه. السؤال الاول بس عشان لازم نسالك طبعا عن كاس العالم، مهتمه بكاس العالم، متابعه ولا لا؟ والله مش متابعه قوي، لان انا يعني بشتغل كتير جدا جدا، بس انا يعني بشوف الترندات اللي بتطلع على الفيسبوك وبتابع من خلال الفيسبوك يعني. طيب. للاسف انا طبعا كنت قلبا وقالبا مع المنتخبات العربيه يعني بدايه، يعني كنت فخوره جدا بانه عندنا منتخبات كتير بتلعب في كاس العالم. كنت فرحانه جدا جدا بالسعوديه، بحبهم بشكل شخصي وبحب كل حاجه بيعملوها يعني.